ما في نتفليكس ولا شي حاجه الا عبر القنوات المؤسسيه. الصوره ديما الذي منع من البرامج المجتمعيه ان تتبنى الامازيغيه. اليوم الدراسي اللي كتنظم الجامعه الصيفيه في اكادير كتستانف في الاشغال ديال الاعمال ديالها العلميه والندوات ديالها. البرنامج ديال اللي قاد اليوم كان فيه تقديم البوابه الالكترونيه ديال الجامعه الصيفيه اللي كتضم ثلاثه ديال اللغات العربيه والفرنسيه والامازيغيه، وكتقدم انتاجات الاعمال ديال الندوات الدوليه ومحاضرات وندوات اللي كتنظمها الجامعه الصيفيه للباحثين والشباب والمستبدعين. ثم اليوم الدراسي تناول سؤال التنميه، اسئله التنميه، علاقه الامازيغيه باسئله التنميه، وبتفعيل الطابع الرسمي ديالها في مجالات الحياه العامه، اللي تناول بشكل تشخيصي من جهه الاشكالات المطروحه، الباحثين والمهنيين الصحفيين اللي تدخلوا في هذا اليوم الدراسي، تناولوا مجال التعليم التكوين، ثم مجال الاعلام، ثم مجال الجامعه الترابيه والقانون الاداري وتفعيل الطابع الرسمي في مجال الجامعه الترابيه انطلاقا من اختصاصاتها والقانون التنظيمي وقانون الحل المدني مثلا وغير ذلك من النصوص القانونيه المرتبطه بهذا المجال. وايضا في القضاء، مجال القضاء ومجال التشريع ومجال الاعلام، اذا تقريبا اهم المجالات ديال الحياه العامه اللي محدده في القانون الاساسي ومرتبطه باجال الباحثين تناولوا الاشكالات المطروحه فيها وامكانيه تجاوز هذه الاشكالات حلول عمليه للتقدم في هذا الورش الوطني مستقبلا. وكنعرفوا بان التعليم هو البوابه والمحور الاساسي ديال الترسيم، وخص يكون المدخل الاساسي لانتاج التكوين ديال الاطر وديال الناس اللي غيشتغلوا ونجحوا ويستجبوا الحاجيات ديال التفعيل ديال القانون التنظيمي في مجالات اخرى في مختلف مجالات الحياه العامه. اذا حل الوقت للتفكير الجدي والمسؤول لانجاح ورش تفعيل الطابع الرسمي الامازيغي في مجال التعليم، خصوصا القانون التنظيمي راه كيحددها باجال مثلا 5 سنين في التعليم الابتدائي، 10 سنين بالنسبه للتعليم الثانوي، وكاين اشكالات ايضا على مستوى الجامعات لتعميم شعبات الدراسات الامازيغيه. ايضا كاين اشكال على مستوى الجامعه الترابيه، وكاين حاجه من التوصيات اللي طرحت هو الحاجه الى تكوين اطر وموظفين ديال الجامعه الترابيه لتقديم الخدمات العموميه اللي كتقدم هذه الجامعات باللغه الامازيغيه ايضا، سواء المكتوبه او الشفهيه او الوثائق ايضا، كما غيتم مستقبلا بناء على مثلا قانون الحاله المدنيه والقانون التنظيمي اللي كيتحدث على تقديم المعلومه والوثائق وكل الخدمات الترابيه والجماعيه باللغه الامازيغيه اللغه الرسميه للدوله. اضافه الى الاعلام ايضا اللي كان تقييم تجربه ديال الانتقال من نشرات اللهجات الى مستوى التجربه ديال القناه الثامنه تمازيغت مثلا والاشكالات المطروحه. وكاين توصيه انه البث المتزامن مثلا اللي كاين في القناه الثامنه يمكن رسم لهذه اللهجه، في حين انه التجربه السابقه كانت متقدمه ومهمه خلال السنوات الاولى ديال القناه، والاعلام يجب ان يلعب دور بتوازي مع التعليم مع المدرسه للتقدم في معيارات اللغه الامازيغيه وفي التوحيد ديال المكونات ديالها، لان هذه هي المؤسسات التنشئه والمداخل المؤسساتيه الاساسيه لتفعيل حقيقي للترسيم الامازيغيه، اضافه الى بقيه الادارات ومجالات الحياه العامه. Thank you.